النهارده اخر يوم في الاولمبيات، لكن الحقيقه امبارح كانت فرحتنا كمصريين جميعا ما تتوصفش، واحنا شايفين علم مصر بيرفرف في سباق اولمبياد باريس 2024، مشهد يدعو كده للفخر والاعتزاز بابطال بلدنا. نجمنا البطل احمد الجندي قدر يختنس الميداليه الذهبيه في الخماسي الحديث، ونجمتنا البطله ساره سمير قدرت تفوز بالميداليه الفضيه. امبارح كان يوم مصري بامتياز، يوم مفرح للبعثة المصرية ولكل المصريين. مصر لحد دلوقتي حصدت 3 ميداليات. مع كل فوز، مع كل تقدم، بنحس قد ايه احنا نقدر بالإصرار والعزيمة والإيمان نحقق البطولات. ده كله تأكيد على عزيمة وإصرار أبطالنا في التحدي والمنافسة. احنا فعلا عندنا أبطال، وفعلا كنا متوقعين ان احنا يبقى معانا مجموعة أكبر بكتير من الميداليات، لأننا مشاركين بأكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد أو أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد. لكن حقيقي لازم ناخد بالنا إن في حاجة اسمها توفيق ربنا، في حاجة اسمها الاحتكاك، في حاجة اسمها إن الأبطال رايحة بتبقى في ناس بتنافس على ميداليات، في ناس بتنافس على إنها تقدم أو تحرك التصنيف بتاعها، في ناس ما توفقتش. مش معنى كده أبدا إن احنا نقلل من الأبطال. نقدر نقول ان بشائر الخير ابتداها البطل محمد السيد بفوزه بالبرونزيه بعد اداء مذهل في سلاح المبارزه، وده كان اول انجاز لمصر في الدوره. ساره سمير وجمال ساره سمير بعد ما فازت بالفضيه، واحمد الجندي بالذهبيه، واللي كسر الرقم القياسي باداء مميز للغايه، اداء فعلا قدر يتفوق فيه على منافسيه بفرق 15 ثانية، وده رقم على فكرة، يعني لأن المنافسات بتفرق بأجزاء من الثانية، لكن 15 ثانية ده رقم كبير، لدرجة أنه بيحطم الرقم العالمي في اللعبة وحقق 1555 نقطة. الله يحميه. حقيقة يعني منا فعلا اليومين اللي فاتوا كده شفنا على السوشيال ميديا وبعض كده يعني المواقع هجوم شديد جدا على البعثة المصرية، حاجة كده نقدر نقول نوع من أنواع جلد الذات، إنه إحنا ما عملناش حاجة وإنه البعثة فيها مشاكل كتيرة. طبعا في مشاكل ممكن نتكلم فيها بعد كده، لكن ما نقللش من الانتصارات اللي بيحققها أبطالنا المصريين. لازم نقف وراهم، ندعمهم، نشجعهم، لأن هم قادرين إن هم يحققوا ميداليات، والدليل على كده اللي شفناه امبارح صورة مشرفة جدا تليق بمصر وتليق بالرياضة المصرية.